السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا كتير كتير من الفيديو اللي فات للفيديو ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي يا رب يا جماعة، نكسب صلاة النبي يا رب. اللي صلى على النبي ربنا يكرمه يا رب ويفرح فرحة كبيرة جدا. الفيديو النهاردة، فيديو النهاردة ان شاء الله كده اقول لكم احنا يومنا النهارده مر بايه، وهقول لكم عملت ايه النهارده. بس الاول بالله عليكم، بالله عليكم، استحلفتكم بالله وحياه ربنا اللي اغلى من اي حاجه عندكم، لا تحطوا اللايك وتشاهدوا الفيديو للاخر. بالله عليكم، بالله عليكم، عين المشاهدات عندي واقعه، بالله عليكم تشاهدوا الفيديو عشان المشاهدات تترفع شويه، وحطوا اللايك، امانه عليكم تحطوا اللايك يا جماعه، بالله عليكم، بالله عليكم. انا يعني عايزه ارزق من قناتي والله، مش عايزه حاجه من حد، وحياه ربنا ما بطلب حاجه من حد، ومش عايزه اي مساعده من اي حد. مساعدتكم ليا ان انتوا تشاهدوا الفيديو وتحطوا لي اللايك بس، يبقى كتر الف خيركم وتشكروا والف مليون شكر ليكم والله. طيب كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم. النهارده احنا هنا كده تالت يوم العيد، او تاني يوم العيد، تالت يوم، تالت يوم يا ربي. النهارده كده بما ان كده عندنا لحمه عيد بقى، يلا يا ريت العيد يجي كل يوم مش مره في السنه. والله هي كل ايام ربنا حلوه وكلها عيد. قلت كده ايه الصراحه، انا عملت الفته اول يوم العيد فعجبتني، وقلت والنبي اللي انا عامله فته تاني. لا قالوا لي العيال احنا لا، احنا عايزين رز وملوخيه، ولادي اكلتهم المفضله رز وملوخيه. اقسم بالله ان انا عندي خضار في الفريزر، يعني خضار يعني مكيس مجمد وجاهز، والله العظيم عندي فاصوليا وعندي بسله وعندي باميه وعندي ملوخيه خضراء وعندي يعني حاجات كتيره في الفريزر والله. ولادي ما بياكلوش الا الملوخيه يا جدعان، شفتوا عيله حد يعني لو كل يوم حطيت لهم ملوخية، اقسم بالله من كتر اكلهم في الملوخية انا يعني بتحرج اصور لكم فيديوهات، كل فيديوهاتي ملوخية ملوخية. الطبق الابيض اللي قدامي ده انا كنت عاملة فيه كده، حمصت كده رغيف في الفرن، ورحت ايه مكسرة وعملت لي كده الفتة اللي بالخل والتوم دي، بس من غير صلصة حمراء، احنا ما بنحبش بتاعت صلصة الفتة بالطماطم، احنا ما بنحبهاش. عملتها جنب الرز كده، حتى عجبت ابو كريم قال حلوة الفتة الخل بالتوم دي، حلوة قوي اللي انت عاملاها ام كريم على الرز. قلت لهم كلوا، وانا عملت لنفسي طبق فتة هو انا باكل منه، وهم كلوا ملوخية ورز. وكنت كده ايه طلعت كده كيس لحمة محترم كده من التلاجة وسلقته، وعملت على الشوربة بتاعت اللحمة، كانت جميله في منتهى الجمال. عملت عليها الطبق الملوخيه اللي انتوا شايفينه وشويه الرز، وانا عملت طبق فته لان الفته كانت عجباني قوي. طيب عايزه اقول حاجه بقى للناس اللي بتكتب تعليقات، يعني مش بتزعلني مش بتضايقني، بس يعني عايزه اقول لكم عيب، عيب عليكم والله، عيب عليكم، لان احنا ابو كريم ما بيغلطش في حد ولا بيجيب سيرة حد ولا بيتكلم مع حد ولا بيتكلم اصلا مع حد، فعيب عليكم ان انتوا تكلموا او تقولوا له في التعليقات كلمه تضايقه او تزعله. ليه عملنا لكم ايه؟ احنا طلبنا من حد حاجه؟ احنا قلنا لحد ادينا حاجه؟ فبلاش، بلاش يا جماعه، بلاش تجرحونا، وبلاش يعني بلاش تحسسونا ان احنا ليه عملنا لكم ايه. طيب وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي يجرح حد بكلمه، انا مش هقول غير هي حسبي الله ونعم الوكيل، لان انا لا بروح لحد اقول له اديني حاجه، ولا بروح لحد اقول له ساعدني، ولا بروح اطلب حاجه من حد، ولا عمري طلبت حاجه من حد. فليه ليه يعني ليه تجرحونا ليه بكلامكم؟ عندكم كلمه حلوه قولوها، ما عندكوش يا سيدي ولا يا ستي ما تتفرجوش علينا، احنا ناس على قدنا، احنا ناس بسيطة، احنا ناس متواضعة، ما تتفرجوش علينا يا جماعة،
احنا بنقدم حاجة محترمة، بنقدم، بنطلع لكم باحترامنا بأدبنا بطبيعتنا. ايه اللي مش عاجبه ما يتفرجش علينا ويتعب نفسه ويضيع وقته عشان لو يتفرج علينا متفرجوش علينا. يعني انت كسبت ايه؟ طب انت كاتب لي تعليق او انت كاتبه لي تعليق زعلني وضايقني، رديت عليك كتبت لك حسبي الله ونعم الوكيل. شوف كلمة حسبي الله ونعم الوكيل تتهز لها السمع، لانك انت ظلمتني او انت ظلمتني، وانت لا تعرفني ولا انا اعرفك ولا انا اعرفك ولا انت تعرفيني، فليه تجرحيني بكلمة ملهاش لازمة؟ ليه بتجرحني بكلمة بتعليق ملوش اي 30 لازمة؟ ليه يعني عايزة اقول لكم ابو كريم ده بالذات اقسم بالله ما بيتكلم عن حد ولا بيجيب سيرة حد خالص. ليه بتدخلوا تضايقوه يا جماعة؟ عمل لكم ايه؟ وطلب منكم حاجة؟ مطلبش حاجة من حد. احنا مش عاجبينكم متتفرجوش علينا، ما تدخلوش فيديوهاتنا وتتفرجوا على قناتنا عشان ما تجرحوناش وتقولوا لنا كلام ملوش لازمه. واحنا مش هنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد بيقول كلمه تضايقنا او تجرحنا او تمس كرامتنا او تزعلنا، بس لان احنا لا بنروح لحد ولا بنطلب حاجه من حد ولا بنيجي على حد ولا يعني احنا في حالنا، احنا في حالنا. ويمكن انا بدل المرة مليون مرة قلت اللي مش عاجبه قناتي ما يدخلش عندي، منعا ان هو يقولش كلمة يزعلني او كلمة تضايقني ما يدخلش اصلا عندي. بس اما حبايبي المحترمين المؤدبين اللي بيحبونا ويقولولنا الكلام الحلو اللي بيشجعنا ويقولولنا استمروا، قناتكم جميلة وقناتكم محترمة وانتوا عيلة محترمة وانتوا ناس محترمين، دول على راسي من فوق اتشرف بيهم وبحبهم في الله ودايما افتخر فيهم، غير الناس اللي بتجرحنا بالكلام ملوش لازمة. بس انا هنا كده يا جماعة، كنا اتغدينا كده انا والولاد وابو كريم، وكان عندي كده شوية غسيل قلت والنبي لأمه لأمهم وطبقهم معاكوا كده وانتوا معايا، وشفت كان عندي حاجات كتير بقى عملتها ما رضيتش اصورها عشان ما طولش الفيديو عليكم وتزهقوا مننا. بس انا مش طالبة منكم حاجة غير ان انتوا بس تشاهدوا الفيديو وتحطوا لي اللايك، بس بالله عليكم، واللي يقدر يشير للفيديو يبقى كتر الف خيره، يبقى عمل معايا الواجب والزيادة وكتر خيره وجميله على راسي من فوق. طبعا انا اسفه على صوت كيان وهي بتعيط، ان هي ما يعني انتوا عارفين بقى العيال الصغيره، ربنا يخلي لكم يا رب اولادكم كلكم يا رب. مش عارفه يا ربي، كنت عايزه اقول كلمتين تاني برضو، وعايزه اقول ربنا يعوض علينا وعليكم، وربنا يخلف علينا وعليكم. يعني الحمد لله على كل حال، يعني احنا راضيين بأي حاجة ربنا يجيبها طبعا، وبحمد ربنا على كل حال، والحمد لله ورضا، والحمد لله قوي قوي قوي، الحمد لله على كل حال. وبشكر كل اصحابي كل حبايبي اللي بيتفرجوا على فيديوهاتي، بيتفرجوا على قناتي الجميلة، قناتي البسيطة المتواضعة، بقول لهم الف مليون شكر ليكوا، وبجد انا بحبكم، بحبكم في الله وبحبكم جدا، وانا شرف ليا ان انتوا تكونوا موجودين في قناتي بجد. انا شرف ليا ان انتوا معايا في القناه دي، حاجه تشرفني، والف شكر لكل اللي بيكتب لنا تعليق يشجعنا فيه ويقول لنا كلمه تكبر الخاطر، بجد احنا بنحبكم زي ما انتوا بتحبونا. اما الناس اللي بتقول لنا كلام يزعلنا فانا مش هقول لهم غير حسبي الله ونعم الوكيل. وشوف كلمه حسبي الله ونعم الوكيل بتعمل ايه، بتهزلها السبع سماوات. والحد هنا كده الفيديو بتاعي يا رب يكون عجبكم، بتمنى منكم تشوفوا الفيديو للاخر وتحطوا اللايك، واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد، مع الف سلامه.